هنبتدي حلقتنا عقارب الساعة مع الفنان محمد نجاتي. منورنا. اهلا بيك. مبسوطة ان انت معايا النهارده. ميرسي، ربنا يخليك. اهلا بيكي واهلا بالسادة المشاهدين كلهم. جاهز لعقارب الساعة؟ جاهز. بتخاف من الوقت ولا لا؟ شوية. تعمل له حساب يعني؟ طبعا اكيد الوقت مهم جدا، لو ضاع منك ما بتعرفيش ترجعيه تاني. من امتى بقيت تعمل الوقت حساب؟ بعد ما الواحد بقى مسؤول، بعد ما جبت اول بيبي، بعد ما يعني اتجوزت، وبعد ما بقى عندي اولاد بقى مساله الوقت بالنسبه لي مهم جدا. ممكن تقول لنا اسامي اولادك وعددهم؟ اه طبعا، انا عندي زياد ولد 8 سنين ما شاء الله، عندي ريناد اصغر منه 5 سنين، وعندي ريليا صغيرة خالص سنتين. عندها قد ايه؟ سنتين. ربنا يخليهم لك. حياتك اختلفت بعد يوم كتير جدا خلاص، يعني بقت اهتماماتي مختلفة، يعني بقيت احب اقعد في البيت اكتر، بحب العب معاهم. هم دلوقتي يعني لما كبروا شوية بدأوا يشوفوني وبدأوا يحسوا بشغلتي ويفهموا شغلتي، واحدة واحدة. أسعد حاجة في الدنيا الأولاد. الحياة طريقين، أبيض وأسود، مشيت في أي طريق أكتر بصراحة؟ بحاول طول الوقت أكون أبيض. بتقابلني حاجات غصب عن الواحد بتخلينا ممكن نمشي في الأسود، لكن طول الوقت ما فيش حد بيتمنى الأسود يعني، بس ساعات بيتكتب عليه. حقيقي صح. أكيد، لكن المهم إنك أنت تبقي حتى لو عملتي أسود يبقى في دماغك الابيض، وتبقي عارفه انك بتعملي غلط. لكن ما تتماديش في الاسود ويبقى عقلك وقلبك بعيدين عن الابيض تماما، وتبقي انت خلاص عايشت حياتك في الاسود. عارفه انت المطموس قلبه ده بيبقى بيعيش الاسود، ودي بتبقى حياته. لكن وارد ان انسان يبقى عايش في الاسود لكن فتره من حياته مشوار ماشي فيه غلط، لكن بيبقى عارف ان هو ده اسود. الابيض بالنسبه لك ايه؟ شهره، فلوس، حب، سعاده؟ حب الناس ده يعني اكتر حاجه بيضه في شغلتنا.